السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي Egypt Air Virtual Members. أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من تيتوريال الطائرة Airbus A300B400 لـ Egypt Air Cargo. الطائرة احنا واقفين بها دلوقتي زي ما قلنا في الفيديو اللي فات في مطار أتاتورك في كارجو أبرون في ستاند تانجو 3. الطيارة أول ما هتفتح تدي نخش جوه الطيارة. الطيارة أول ما هتفتح زي ما انتوا شايفينها كده بتبقى المحركات كلها شغالة ماشي، ده الديفولت بتاعها. هنبتدي دلوقتي ان احنا نطفي المحركات ونحط الطيارة في جولدن دارك ستيت عشان نبتدي واحدة واحدة كده ان شاء الله نتعلم ازاي نفتح الطيارة. هنقلب الطيارة على ال 2D بانل، وجوه ال 2D بانل هنلاقي في حاجة اسمها سيت اب، هندوس سيت اب. جوه السيت اب هنلاقي في حاجة اسمها بانل ستيتس، هنفتح بانل ستيتس جواها هنختار جولدن دارك. دلوقتي الطيارة اتحطت في وضع جولدن دارك، هتبتدي المحركات زي ما احنا شايفين المحركات هتبتدي بتطفي، وهتبتدي الطيارة هتدخل واحدة واحدة في وضع جولدن دارك. هنرجع تاني المنيو وهنختار جراوند منيو وهنقول له كونكت اكسترنال باور. كده الاكسترنال باور كونكتد والطيارة خلاص ابتدت المحركات كلها تقفل واتحطت خلاص في وضع ايه جولدن دارك. بص على الطيارة بصة من بره كده، ادي الاكسترنال باور فعلا كونكتد والطيارة خلاص كل انوارها اتطفت وكل محركاتها خلاص ايه اتطفت. اول حاجة قبل ما نفتح اي حاجة هنبتدي نحط البيلود بتاعنا. الطيارة دي ما فيهاش نظام اوتوماتيك يحط بيلود في الطيارة، فاحنا هنحط البيلود عن طريق الفلايت سيميليتر نفسه. خش هنا على الايركرافت فيول اند بيلود، جوه فيول اند بيلود هنقول له تشينج بيلود. احنا في الفيديو اللي فات اتفقنا ان احنا هنحط حوالي 60,000 باوند في الطيارة دي. 60,000 باوند دول هيتوزعوا ازاي؟ في قاعدة في توزيع الكارجو جوه الطيارة ان احنا بنحط في مقدمة الطيارة اكتر من نص الطيارة ونص الطيارة اكتر من دل الطيارة، وده عشان نحافظ على حاجة اسمها ايه؟ سنتر اوف ايه؟ اوف جرافيتي. خلاص؟ سنتر اوف جرافيتي اللي هي الدايرة السوداء دي المفروض تبقى مينتيند داخل ما بين الخط الاحمر ده والخط الاحمر ده، يعني لا تطلع قدام ولا ترجع ورا. هنبتدي نحط قدام في اول ستيشن 1 هنحط 30,000 باوند. الستيشن اللي بعديها هنحط فيها 20,000 باوند، وستيشن 3 هنحط فيها اللي ورا هنحط فيها 10,000 باوند. خلاص بعد ما حطينا الثلاث قرايات ده السنتر اوف جرافيتي فعلا بتاعنا مازال لسه في مكانه والبيلود بتاعنا بقى ايه 60,000 باوند. هندوس اوكي. كده حملنا الطياره بالبيلود بتاعنا. هنبتدي بعد كده نشغل الطياره ان شاء الله واحده واحده. خلاص اول حاجه نبتدي نتعرف على الطياره، الاجزاء اللي جوه الطياره، الحاجه اللي جوه الطياره. الطياره زي ما احنا شايفين فيها الجزء اللي فوق دوت ده الاوفر هيد بانل، ده الجزء بتاع الاوتو بايلوت، ده الجزء بتاع النافيجيشن، والجزء دوت ده اللي فيه العدادات بتاعت المحركات، دوت الاي ان اس، ده الاي ان اس بتاع البايلوت وده الاي ان اس بتاع الكوبايلوت. بعد كده نيجي للثروتل والسبيد الجراوند سبويلرز او الاير بريكس، واللي هناك دوت دي الفلابس وده التريم. خلاص بيتش تريم. نيجي ورا هنا في حاجه دي يمكن جديده علينا شويه بالنسبه للطيارات القديمه، كان في بانل كده للواحد قاعد ورا اسمه فلايت انجينير، اسمها فلايت انجينير بانل. فلايت انجينير بانل دي فيها كل حاجه غير خاصه يعني ليس لها علاقه بالطيران، زي ايه؟ زي الالكتريستي بانل، زي الهيدروليكس، زي الفيول بانل، زي الاير بليدز، زي الاير كونديشن، زي الديكمبريشن سيستم، ابواب الطياره، الكارجو، كل حاجه موجوده في كل حاجه ليس لها علاقه بالطيران زي ما قلنا موجوده ورا عند الايه؟ عند الفلايت انجينير.
هنبتدي اول حاجه هنرجع ان شاء الله عند الفلايت انجينير ورا. نبص كده بصه من بعيد. الجزء ده اللي على الشمال دوت ده الجزء الخاص بالالكتريستي، دي الالكتريستي بانل خلاص. الجزء اللي هنا اللي فوق الكتاب بتاع الاي 300 ده اسمه الايه الالكتريستي بانل. هنقرب شويه كده نعمل زوم. اول حاجه في الالكتريستي بانل هنبتدي نعملها هنفتح الباتريز. كده فتحنا الباتريز بتاعت الطياره. نخلي بالنا ان الباتريز دي بتقدر تمد الطياره بالطاقه لمده 30 دقيقه. بعد 30 دقيقه لو ما وصلتش الاكسترنال باور الطياره بتطفي، فعشان كده لازم هنوصل الاكسترنال باور. الاكسترنال باور ده الزرار بتاعه نبتدي نفتحه. بعد كده في اربع زراير هنا في الجنب دول نفتحهم، دول اللي بيوصلوا الطاقه من سواء كان اكسترنال باور او اي بي يو او جنريتورز للطياره، دول لازم نفتحهم اللي هم الباس لاينز دول. وبعد كده في الدي سي تي ار 1 دول نفتحهم خلاص. يبقى فتحنا اول حاجه الباتريز، نفتح بعديها الاكسترنال باور، بنفتح بعديها الاربع سويتشات بتوع الباس لاينز، بعد كده بنفتح ايه التي ار 1 والايه والدي سي، الدي سي باور بتاعه التيار اللي هم الثلاث سويتشات دول. بعد كده بنبتدي النوبس ديت، النوب دي بنقلبها على تي ار 1، والنوب دي بنخليها على نورم، والنوب ديت بنقلبها على اكسترنال باور. خلاص كده الطياره وصل لها طاقه من الاكسترنال باور بتاع الطياره. النقطه اللي بعديها هنبتدي ننور الطياره. هننور الطياره ازاي؟ هننور الطياره، نبص على انوار الطياره. دي الانوار بتاعه الطياره، اي نور في الطياره موجود في الحته دي. الجزء الشمال دوت ده المسؤول عن الانوار الداخليه للطياره، فلايت ديك لايت ماشي. الجزء دوت ده المسؤول عن الاكسترنال لايتس خلاص. نبتدي نبص على فلايت ديك لايتس. فلايت ديك لايتس هنفتح، شايفين اخر زرار تحت ده احفظه مكانه كويس قوي، لان احنا طايرين دلوقتي الصبح، لو طايرين بالليل ولا حاجه السويتشات دي كلها مش هتشوفوا منها حاجه خلاص، لان الدنيا هتبقى ضلمه جوه الكوكبيت. فلازم نفتح، لازم عارف مكان الزرار ده عشان ده هتفتحه هيبتدي ايه ينور لك الايه البانلز بتاعه الطياره كلها خلاص. ونبتدي نفتح الدوم لايتس كمان، نخلي الطياره منوره كده وحلو خلاص. ده بالنسبه للفلايت ديك لايت. نبص بقى على الاكسترنال لايتس، عايزين ننور الطياره من بره كمان، الانوار ما تبقاش من ايه من جوه بس، عايزين ننورها من بره كمان. هندي هنت سريع كده على موضوع الانوار ده. اول نور المفروض نفتحه دلوقتي حاجه اسمها الناف لايت. الناف لايت يعني ايه ناف لايت؟ الناف لايت ده اللي هو النورين الموجودين الاخضر والاحمر الموجودين على الطياره، على جناح الطياره. وكل لايت من اللايتس دول بيعبر عن حاجه لازم نبقى عارفينها كويس. الناف لايت ده بيعبر ان في واحد من الكروز موجودين جوه الطياره، في بايلوت موجود جوه الطياره. لو الناف لايت ده مقفول معناه ان الطياره مهجوره ما فيهاش حد، والطياره في كولد اند دارك ستيت. معنى ان النور ده انا فتحته كده يعني لو في اي حد قاعد في الطاور وشاف النور ده اتفتح يعرف ان في بايلوت دخل موجود جوه الطياره خلاص. يبقى هنفتح الناف لايت دلوقتي اول حاجه. تاني حاجه في حاجه اسمها اللوجو لايت وحاجه اسمها الوينج لايت. اللوجو لايت والوينج لايت دول اوبشنال لايتس، ودول الغرض منهم غرض دعائي او بروموشنال زي ما بيقولوا، يعني بروموشنال زي ما بيقولوا. الغرض بتاع اللوجو لايتس والوينج لايتس ان الطياره بس تبقى منوره من بره، وعلشان الناس اللي واقفه في المطار لما تشوف طياره بتاعت ايجيبت اير كارجو يعرفوا ان دي طياره ايجيبت اير كارجو ويعملوا دعايه للطياره بتاعتهم. ده الطيار عايز يفتحه ويفتحه، يعني بالنهار ما بيفتحش بالليل بيفتح. انا ايه كده كده يعني انا بحب افتحهم عشان الطياره تبقى منوره كده وشكلها ظريف قوي من بره. كده احنا نورنا الطياره. الخطوه اللي بعديها هنبتدي نحط الفيول اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات في الطياره. ادي الالكتريستي بانل اللي احنا فتحنا منها الباتريز وفتحنا منها الاكسترنال باور. فوقيها على طول، فوقيها على طول في الايه الجزء بتاع الفيول. نقرب شويه نعمل زوم للجزء بتاع الفيول. الفيول الجزء بتاع الفيول زي ما احنا شايفين في عددين فوق، العددين دول مكتوب عليهم اصفار، دول كميه الفيول اللي استهلكتهم الانجنز في الرحله بتاعتها. طبعا هما دلوقتي صفر صفر في الناحيتين لان الطياره لسه محركاتها ما اشتغلتش ومفيش اي بيرند يوز اي فيول بيرند من الايه في الانجنز، عشان كده الارقام دي صفر. بعد كده في السويتشات اللي بعديها دي، دي بتاعه الكروس فيد. شايفين الخط ده؟ الخط ده معناه ايه؟ الخط ده معناه ان الفيول طالع من هنا يقدر يروح للتانك ده، والفيول اللي في التانك ده يقدر يروح للفيول اللي في التانك ده. انا بفتح الكروس فيد كده، يعني كده فتحت الكروس فيد وكده قفلت الكروس فيد.
كده فتحت الكروس فيد وكده قفلت الكروس فيد. بص الخط هتلاقي الخط الابيض بينزل يتصل مع الخط الابيض ده وبيطلع يتصل بالخط الابيض ده. في حاجه بقى لو واحد دي اللي فوق, لو واحد دي اللي فوق كده معنى كده ان البامبس فيول بامبس هتبتدي تاخد فيول من التنكات الشمال عشان توديها للتنكات اليمين. لو اتنين اللي فوق معنى كده ان الفيول هيطلع من التنكات اليمين هيروح للتنكات الشمال. يعني لو انت طاير ولقيت التنكات اليمين مثلا ابتدت تزيق يعني تفضى, التنكات اليمين ابتدت تفضى والتنكات الشمال فيها يعني البرن كان في اليمين اكتر في الشمال من الشمال, هنبتدي نحط على رقم اتنين علشان التنكات اللي هي اللي هنا بقت اكتر من هنا, نبتدي نحط على رقم اتنين عشان الفيول يطلع من اليمين يروح للشمال. انما لو حطيته على واحد الفيول هتطلع من الشمال يروح للايه لليمين. خلاص احنا الكروس فيد بنقفله دلوقتي خالص, الكروس فيد ده ما بيتفتحش اثناء الكروزنج بس. خلاص نيجي بعد كده دي الفيول بامبس كلها مقفوله, نسيبها مقفوله زي ما هي. بعد كده في كميات الفيول اللي موجوده في تنكات الطياره. الطياره ديفولت اول ما بتفتح المفروض بتبقى فولي لودد, يعني دي كده الطياره متعبيه بوقود على اخرها. في هنا اوبشن ظريف جوه الطياره اسمه ريفيول دي فيول. ريفيول دي فيول دوت ده اوبشن هو بيعمل فيولنج للطياره اوتوماتيك داخل الطياره. خلاص الاوبشن ده احنا هنستخدمه علشان نحط فيه الوقود بتاعنا ان شاء الله. هندوس عليه كده, بعد ما ندوس عليه هنبص عليه البانيل دي طلعت لنا. البانيل دي هنعمل لها هنفتحها اون. بعد ما فتحناها اون هتلاقيه طلع لك ارقام بالاحمر وارقام بالاصفر. الارقام اللي بالاحمر دي عباره عن كميه الفيول اللي انا عايز احطها في الطياره, والارقام اللي بالاصفر هي كميه الوقود اللي موجود فعلا جوه الطياره. خلاص احنا في الفيول بلاننج اللي عملناه قلنا ان احنا عايزين 25050 باوند. خلاص دي الرامب فيول, هنبتدي نقلل الرقم ده ل 25050. الرحله زي ما شايفين صغيره, 60 50 40 30 20 23 24 25 ونبتدي نقلل دي شويه, نقول 25050 ماشي 25053 كده. ايه دي كميه الفيول اللي انا عايزها, حطيتها بالاحمر, ودي الكميه اللي اوريدي موجوده في الطياره. ازاي بقى نخلي الطياره تعمل دي فيولنج؟ دي فيولنج يعني تفضي الوقود اللي جواها عشان يفضل بس 25000. هنبتدي في عندنا تو اوبشنز, اوبشن فاست واوبشن نورم. الاوبشن الفاست ده بيعمل الاوبشن النورم الاول ده بيعمل ريفيولنج او دي فيولنج على النورمال تايم. يعني لو الطياره بتعمل فيولنج مثلا ل 10000 طن في 10 دقائق هتاخد 10 دقائق قبل ما تعمل ريفيولنج. خلاص يعني انا انصحكم ان تخليها فاست, لانك لو عملتها نورم ممكن تخلص الكوكبيت بريبريشن بتاعك وتفضل قاعد مستني حبه حلوين كده لغايه ما ايه الطياره تعمل ريفيولنج. خلاص فاحنا نخليها نقلبها فاست وبعد كده نقول له ايه ستارت. لما عملنا ستارت هنبص على الطياره اهي ابتدت الارقام اللي فيها تقل علشان هتبتدي توصل للرقم الاصفر للرقم الايه الاحمر. ماشي نقفل دي دلوقتي كده مش عايزينها لغايه ما الطياره تظبط الايه كميه الفيول اللي جواها. بعد كده نروح نبص على الاوفر هيد بانل. الاوفر هيد بانل كده هناخدها من عند البايلوت لغايه الكوبايلوت, من فوق لتحت, ننزل تحت نطلع تاني من فوق لتحت. اول حاجه في الاوفر هيد بانل شايفينها هنا الكومباس. الكومباس دي اللي هي البوصله اللي الطيار بيستخدمها, دي البوصله بتاعت الطيار المغناطيسيه العاديه, ودي البوصله اللي موجوده في النافيجيشن. خلاص المفروض انا بقلب الاول حاجه بقلبها هنا لسليفد, بقلب البوصله دي سليفد. والمفروض يعني في الريل لايف بيقارنوا ما بين البوصله المغناطيسيه والبوصله بتاعه الطياره اللي هنا, ولو البوصله دي منحرفه عن البوصله ديت بيبتدوا ايه يظبطوها, يعملوا لها كاليبريشن, يعملوا حاجه اسمها كروس تشيك ان القرايه هنا نفس القرايه اللي هنا. خلاص دي كده قلبناها لسليفد زي ما قلنا. في هتلاقوا نفس الزرار ده موجود عند الكوبايلوت, وهنا لما بنقلب هنا او هنا بتبص تلاقي الاثنين زي ما انتم شايفين بيطلعوا وبينزلوا مع بعض. خلاص فاحنا قلبنا الكامبس لايه لسليد. بعد كده في حاجه اسمها الايفاكويشن سيجنال, دي يعني في حاله الطوارئ او حاجه زي كده بتشغلها, تشغل سريه الطوارئ دي مالناش دعوه بيها دلوقتي. في الامرجنسي كو اوديو كانسل ده برضك مالناش دعوه بيه. نيجي بعد كده لحاجه اسمها يلو اكو بريشر, ده مهم جدا. ايه اليلو اكو بريشر ده؟
الليلو اكو بريشر دوت زي ما احنا عارفين ان الباركينج بريكس في الطيارة بتعتمد على حاجة اسمها يلو هيدروليك سيستم. انت عارفين الطيارة فيها زي ما انت شايفين فيها كذا سيستم للهيدروليكس، دي البانل بتاعت الهيدروليكس، منهم اللي هو اليلو هيدروليك سيستم. اليلو هيدروليك سيستم دوت المسؤول عن الايه، الباركينج بريشر، الباركينج بريكس. اليلو اكو بريشر دوت المفروض يبقى عندي 3000 بي اس اي، اللي هو 3 بي اس اي او 3000 بي اس اي. انا عندي قاري هنا 2950 بي اس اي. لو القرايه دي المفروض انت في كل رحله بتبص على العداد ده، لانها بتقل كل فتره بتقل. يعني انا على هي كانت، يعني انا الطياره اول ما ابتديت استخدمها كانت 3000، دلوقتي بقت 2950، يعني في 50 قالوا 50 قالوا ليه، عشان الطياره دي انا طرت بيها قبل كده. لو الرقم دوت قل عن العلامه الصفراء، يعني قل عن 1500، الالكتريك بامب دي لازم بتشغلها شويه. ليه؟ لانك لو ما عملتش كده، لو البريشر دوت قل، الباركينج بريكس مش هتشتغل. هتبص هتلاقي الطياره تيجي توقف تحط باركينج بريكس، هتلاقي الطياره بتتحرك. فلازم اليلو اكو بريشر دوت لازم يكون ضغطه اكتر من 1500 لغايه 3000، ده الماكسيمم بتاعه. خلاص، فلازم نتاكد من الايه، اليلو اكو بريشر. وده السر على فكره اللي بيخلينا واحنا بنعمل بوش باك بنشغل الانجن 2 قبل انجن 1، لان انجن 2 ده المسؤول عن اللي هو اللي بيشغل اليلو هيدروليك سيستم. فانا بعمل بشغل انجن 2 الاول ليه؟ علشان اقدر لما يحب اوقف الباركينج بريكس يبقى الباركينج بريكس شغاله، علشان الانجن 2 اشتغل فشغل لي اليلو ايه، اكو بريشر ده. خلاص، بصينا على اليلو اكو بريشر ده لقيناه 3000، وهي طياره معموله سيميليشن، ان الرقم ده بيقل كل فتره، فانت لازم مع كل رحله عينك على الرقم ده ان هو ما يقلش عن ايه، 1500. لو الرقم ده قل بنبتدي بنشغل ايه، الالكتريك بامب دي. الالكتريك بامب بتزيد تزود الرقم، انا دوست عليها دلوقتي ابتدى ايه، وصل 2957. خلاص، انا مش عايزها دلوقتي، انا قفلتها خلاص. ماشي، انا بعد كده في حاجه اسمها الانتي سكيد. الانتي سكيد ده هنقلبه لنورم، طلعناه تكتين لفوق وصلنا لايه، لنورم. بعد الانتي سكيد هنبتدي ايه، الحاجه اسمها الاي ان اس الاين سيستم. الاي ان اس شايفين اول ما الطياره ما فتحت الاي ان اس مقفول. خلاص، علشان افتح الاي ان اس لازم اعمل له ايه، الاينمنت. فبقلب الزرار ده الالاين، ده الاي ان اس بتاع البايلوت، وبتاع الكوبايلوت بردك بعمله ايه، الاين. لازم ايه، اقلب الاثنين. اللايننج بتاع الاي ان اس في الطياره ديفولت بياخد حوالي 10 مينتس. ماشي، ممكن تسرعه لو انت عايز، بس انا سايبه 10 مينتس زي ما هو، لان انا تحضير الطياره نفسه بياخد تقريبا 10 مينتس. فانا بمجرد ما بخلص بلاقي الاي لايننج خلص. بعرف ازاي ان اللايننج خلص بتاع الاي ان اس؟ بني الاقي اللمبه دي الخضره دي ايه، نورت. لو الطياره اتحركت من مكانها لاي سبب من الاسباب، الالايننج هيبقى فيلد، وهنبص هنلاقي اللمبه الحمراء دي ايه، نورت. لو انما لو اللمبه الخضراء دي نورت، يبقى الطياره فعلا عملت الالايننج ايه، مظبوط. هنستنى 10 دقائق، وبعد 10 دقائق ان شاء الله هنلاقي الايه، اللمبه الخضراء دي ايه، نورت. بعد كده في الفايبرز، الفايبرز دي اللي هي المساحات، هنخليها اوف. نبتدي نطلع بعد كده فوق تاني، هنلاقي فيه الاليفيتور رادار اوثوريتي للاوتوبايلوت. هل الاوتوبايلوت يقدر يتحكم في الرادارز ولا الـ ولا الاليفيتورز؟ فهنقلبها اون، ودي هنقلبها اون، ودي برضك الرادارز هنقلبها اون، ودي هنقلبها اون. بعد كده هننزل على اللو سبيد اي اي ال، دي نسيبنا منها، دي ملهاش لازمه. نيجي بعد كده لحاجه اسمها الياو دمبر والبيتش تريم. الياو دمبر والبيتش تريم دول ما نقدرش نعمله ونفتحهم الا بعد ما نشغل الايه، الاي بي يو. فدي هنسيبها دلوقتي شويه، عشان بعد ما نشغل الاي بي يو هنرجع لها تاني. بعد كده دي الانترنال لايتس، ودي خلاص ظبطناها. نطلع فوق تاني، في الاجنيشن اكزايتر ده سيبنا منه. نيجي بعد كده على الانجن ستارتر، ده لو احنا بنعمل بوش باك ونعمل الانجن ستارت برضك مش هنحتاجه دلوقتي. بعد كده في الفلايت كنترولز، دي برضك مش هنحتاجها في حاجه. نيجي بعد كده دي الاكسترنال لايتس، خلاص وظبطناها. نطلع فوق تاني، هنلاقي فيه هنا الويندوز هيت. ويندوز هيت دي هنقلبها اون، والتانيه هنقلبها اون، ودي هنقلبها اون، ودي برضك هنقلبها ايه، اون. الاربع سويتشات دول بتوع الويندوز هيت، دول علشان ما يتجمعش بخار ميه على الازاز بتاع الطياره. خلاص، بعد كده
في الانتي ايس. انتي ايس احنا مش محتاجينه، درجة حرارة كويسة دلوقتي مش محتاجين الانتي ايس. احنا هنا اي لنا درجة حرارة في اسطنبول يعني 8 درجة مئوية، دي تعتبر كويسة مش محتاجين الانتي ايس، احنا شغال اون جراوند يعني. الوينج انتي ايس برضك احنا مش محتاجين نشغله دلوقتي على الجراوند. بعد كده نقرب شوية في ديات الايه الكامن ساينز، هنفتح سيت بيلت ساين اون ونفتح الايه النون سموك ساين اون، او نحطه على اوتو لو عايزين ندخن ولا حاجه جوه الايه الكوكبت. بعد كده خلصنا الجزء دوت، نبتدي اخر جزء دي الكومبس. الكومبس خلاص محطوط على سليب دي من الناحيه الثانيه. بعد كده في حاجه اسمها اتش اي اس ديت اللي هي ال هيدنج التيتيود سيستم. الهيدنج والتيتيود سيستم ده بتاع الانظمه الملاحيه، ده هنفتحه الثلاثه اون دي الانظمه الملاحيه بتاعتنا. بعد كده في حاجه اسمها راديو ماستر سبلاي اللي هي الشاشات بتاعه الراديو بتاعت الترانسبوندر، ده الماستر بتاع ماستر سويتش بتاعها، نفتح الثلاثه دول بردك اون. بص على ايه، نورت تحت واشتغلت. بعد كده الجزء بتاع ال HF دوت ده مش هنحتاجه في حاجة. بعد كده ده ال INS اللي بيعمل Aligning، هنسيبه يعمل Aligning براحته. بعد كده بآخر حاجة ال Viber من المساحات اللي من ناحية الكوبايلوت، دي برضك مش محتاجينها دلوقتي في حاجة. كده خلاص عملنا Screening على الجزء بتاع ال Overhead Panel. ال Overhead Panel مش هنرجع لها تاني الا في حاجتين. الحاجة الاولانية اللي هي الجزء بتاع ال Yaw Dumber و Beach Trim، ده لما ان شاء الله بعد ما نفتح ال بعد ما نشغل الاي بي يو ونشغل الانجنز هنبتدي نفتحها، دي حاجه. الحاجه الثانيه الجزء بتاع الانجن ستارت، وده واحنا بنعمل بوش اند ستارت. نبتدي بعد كده نبص على الايه الاوتو بايلوت. الاوتو بايلوت هنبتدي اول حاجه هنبص فوق ده الفلايت دايركتورز، هنفتح الفلايت دايركتور بتاعنا اون، وهنفتح الفلايت دايركتور بتاع الايه الكوبايلوت اون. خلاص بعد ما فتحنا فلايت دايركتور هنبتدي نبص على الناف فريكوانسي. الناف فريكوانسي في واحده عند الكوبايلوت وفي واحده عند البايلوت. في الرحله بتاعتنا احنا قلنا احنا هنطلع من مطار اسطنبول، هنطير ران واي هيدنج، بعد زي ما بصينا هنا في الشارت هنطير ران واي هيدنج ل ديستانت 7 من اسطنبول في او ار، وبعد ما كده هنبتدي ناخد 080 راديال ل ايكو كيلو انديا فيو ار. هنحط الفريكوانسي بتاعت اسطنبول فيو ار 112.5، دي هنحطها دلوقتي عند مين؟ عند الكوبايلوت. والفيو ار التاني الفريكوانسي بتاعته 116.3، دي هنحطها عند مين؟ دي هنحطها عند الايه البايلوت. خلاص ابتدت الطياره فعلا تقرا عند الكوبايلوت ال 112.5 دوت، قرت الفيو ار ده على بعد حوالي 1.3 نيوتيكال مايل. خلاص ليه؟ لان احنا جوه دلوقتي مطار ايه مطار اسطنبول. ماشي الفيو ار الثاني 116.3 لسه الطياره ما قرتوش ولا تعرف عنه حاجه، لما هنطير ان شاء الله هتبتدي الطياره ايه تقرا اللي هو 116.3. ماشي بعد كده في ده الكورس، احنا اول كورس هناخده اللي هو 080، هنبتدي ننزل الرقم ده ل 080. ان ده اول كورس هناخده ان شاء الله في السيت. بعد كده السبيد بتاعتنا، نيجي نتكلم شويه على موضوع السبيد. الطياره دي بتعتمد على حاجتين في حاجه من الاثنين في السبيد بتاعها، على نظام اسمه نظام الN1 او نظام اسمه نظام السبيد. نظام الN1 ده بيشبه نظام ال يعني الاف ام سي سبيد كمبيوتر سبيد، او السبيد دوت لو اخترت N1 ده الN1 يعني بقول للكمبيوتر بتاع الطياره انت حط السبيد من نفسك. لو اخترت نظام السبيد معنى كده ان انا اقدر اغير السبيد بتاعت الطياره بنفسي مانوال سبيد. خلاص بعد كده فوق في حاجه اسمها اي اي اس. اي اي اس دوت ده يشبه حاجه شبه كده
الفي ناف، يعني على حسب ما انا فهمت كده من قراياتي على الاي اس ده يشبه الفي ناف. يعني لو عايز الطياره تاخد السرعات اللي متسجل على الكمبيوتر بتاعها بختار الاي اس دوت. بعد كده في حاجه اسمها ناف، ناف دوت ده لما بدوس عليه بانيشيت الايه الاي ان اس، يعني بخلي الطياره تطير على الاي ان اس الايه الداتا اللي دخلتها جوه الاي ان اس دوت، ماشي، اللي هو الزرار اللي مكتوب عليه ناف. بعد كده في لاند، ده لو حبيت اعمل اوتو لاند بالطياره. في بعد كده زرار ابروتش، ابروتش دوت ده لو حبيت ان انا اعمل ايه، ده اللي هو اللي بيكابتشر اللي هو الجلايد سلوب، يعني ده زرار ابروتش زي اي طياره تانية. بعد كده الناحيه الثانيه واحنا رايحين ناحيه الكوبايلوت، في زرار كده مكتوب عليه في ال، الزرار اللي مكتوب عليه في ال دوت اللي هو الفي او ار او لوكالايزر، ده اللي بستخدمه في حاجتين، يا اما عشان انترسبت في او ار او علشان انترسبت ايه لوكالايزر. خلاص بعد كده في زرار اللي جنبه هيدنج سيلكت، ده اللي بعمل بيه يعني لو في هيدنج معين، يعني احنا لو بصينا هنا كده على الران واي بتاع 35 ده الهيدنج بتاعه 354، فاحنا هنبتدي نحط الهيدنج هنحطه على 354، ماشي. فاحنا واحنا طالعين نقدر نختار الهيدنج سيلكت بتاعنا من زرار الهيدنج سيلكت. التيتيود ده اللي بيعمل التيتيود هولد، يعني لو سيادتك مثلا طالع على فلايت ليفل مثلا 280 وانت على فلايت ليفل 200 الاي تي سي طلب منك تهولد الفلايت ليفل بتاعك، بتدوس على هولد ده على الالتيتيود ده بتهولد الكرنت فلايت ليفل بتاعك. بعد كده تحت في حاجه اسمها التيتيود اكوايرد، التيتيود اكوايرد ده لما سيادتك تيجي تظبط الفيرتيكال سبيد بتاعتك مثلا ان انت تطلع مثلا 2000 فيت بير مينيت لغايه فلايت ليفل 280، لما توصل عند فلايت ليفل 280 هتلاقي الفيرتيكال سبيد بتاعتك فصلت على طول. دي الفيرتيكال سبيد طبعا، ده زرار الفيرتيكال سبيد، وده الفيرتيكال سبيد بتاعتك تقدر تزودها او تقللها من هنا. يعني هي دلوقتي على 0 نقدر نزودها كده كده كلايم 1000 2000 او ديسنت 1000 فيت بير مينيت 2000 فيت بير مينيت 3000 فيت بير مينيت. خلاص احنا هنخليها على ايه 2000 فيت بير مينيت دي كده، هنظبطها دلوقتي ماشي، بحيث ان احنا هنحتاجها بعد كده في الكلايم بتاعنا. الالتيتيود وده زرار طبعا اللي بيحط ايه الفيرتيكال سبيد، الالتيتيود بتاعنا هنطلع عليه ان شاء الله فلايت ليفل 280 او الترانزيشنال ليفل اللي هيديه لنا الاي تي سي لو في اي تي سي اونلاين. ادي فلايت ليفل 250 270، ادي فلايت ليفل 280. خلاص ده الكورس للكوبايلوت، ده لو الكوبايلوت ايه يعني يقدر يشوف الشاشات اللي قدامه بيحط الكورس بتاعه. خلاص زي ما احنا شايفين هنا شاشات النافيجيشن، انا كده الاوتوبايلوت خلاص ظبطته، بس السبيد ده كده هنبتدي نزوده على 240 اللي هي الكلايم سبيد. حطنا على 240، نيجي نبص على الشاشات بتاعتنا. في اول زرار ده لو فتحناه او قفلناه ده يقدر يخلي الطياره تطير لغايه الماكسيمم سبيد بتاعتها اللي هي كام، اللي هي ديسمال 86. خلاص لو قفلناه لا المؤشر بتاع الماكسيمم ما بيوصلش ديسمال 86 لغايه ديسمال 82 بس، ماشي. فاحنا ايه ممكن نفتحه كده لو حبينا نطير لاكتر من ديسمال 86. نيجي بعد كده ده عدد السرعه بتاع الطياره، هنا بيديني السرعه بالنوتس وفوق هنا كده بيكتب لي برضك السرعه بالايه بالماك. خلاص ده بعد كده ال horizontal display بتاعنا، ده العداد دوت ده اللي بيقولوا عليه الراديو altimeter اللي بيقول لك ارتفاعك ايه من الارض، ماشي. بعد كده ده altimeter بتاعنا، ده اللي بيقول لنا الارتفاع بتاعنا قد ايه او الالتيتيود بتاعنا قد ايه، نبتدي نظبطه على ال كيو ان اتش بتاعنا 1033، ده اخر حاجه اريها ال ده اخر حاجه اريها ال
ال 1033 QNH اخر حاجه قريها الاكتيف سكاي نيكست. فظبطنا الكيو نيتش بتاعنا 1033. بعد كده لو نزلنا تحت العداد ده بيقول لي جراوند سبيد بتاعت الطياره، ده عدد الجراوند سبيد على الارض. يعني وانت بتعمل تاكسي تقدر تشوف سرعه الطياره وانت بتعمل تاكسي. نيجي نقرب كده سواء 5 نوتس 10 نوتس 15 نوتس 20 نوتس والماكسيمم تاكسي سبيد 20 نوتس. خلاص نيجي بعد كده دي شاشه النافيجيشن. خلاص شاشه النافيجيشن لو بصينا عليها دي الشاشه دي فيها التيكاس، تيكاس الارم بيطلع لنا على الشاشه ديت، ودي اللي فيه اللي بيبين لي الكلايم سبيد بتاعتي او الديسنت سبيد بتاعتي. خلاص بعد كده في دي شاشه النافيجيشن او البوصله بتاعتي، ده الهيدنج بتاعي، الهيدنج النقطه السهم الاحمر ده، ده الهيدنج اللي انا ظابط عليه الطياره، ده الهيدنج بتاع الران واي اللي هو 354 دي العلامه الحمراء، والاصفر ده الكورس اللي انا ظابط عليه عشان بعد كده لما انترسبت الفي او ار اللي هو ايكو كيلو انديا. خلاص كاتب لي هو الكورس اللي انا ظابطه 080، وبيكتب لي هنا كمان الجراوند سبيد بتاعتي، وبيكتب لي هنا كمان ايه التايم، التايم ديت دي اللي المسافه هنا بيكتب لي الديستانس، المسافه ما بيني وما بين الفي او ار اللي انا رايح له، وفي التايم بيكتب لي الاكسبكتد تايم اللي اقدر اوصل بيه للفي او ار ده. خلاص بعد كده الشاشه دي اللي بتبين لي التو فريكوانسيز اللي انا حاططهم، الفريكوانسي بتاعت البايلوت والفريكوانسي بتاعت ايه الكوبايلوت. الفريكوانسي بتاعت البايلوت دي لسه ما ظهرتش لغايه دلوقتي، الفي او ار لسه الطياره مش لقطاها وهي على الارض. خلاص بس هي قادره تلقط ايه الفي او ار اللي جوه المطار اللي هو اسطنبول في او ار، وقالت لي ان الديستانس للفي او ار بتاع اسطنبول حوالي ايه 1.3 مايلز. ماشي نيجي بعد كده للشاشات دي شاشه تانية كده احتياطي بتوريني البيتش بتاعي اذا كان اب ولا داون، وده التيمتر تاني احتياطي. خلاص وده بتاع الاير سبيد. خلاص ده الزرار ده بتاع ال البريشر بتاع البريكس، يعني انت لما تدوس بريكس كده هيقول لك البريشر على البريكس قد ايه. كده لما تدوس بريكس يقول لي البريكس البريشر قد ايه، عشان لو في مشكله في الاكو بريشر ولا حاجه دي هتلاقيها ما بتطلعش. خلاص حط باركينج بريكس تاني. التوجا ده الزرار ده اللي بنحتاجه بندوس عليه لما بنيجي نعمل تيك اوف، هنتكلم عليه بعدين. التاس ده التوتال اير سبيد بتاعتي. ماشي الزرار اللي تحت ده العداد اللي تحت ده بيقول لي التوتال ويت الجروس ويت بتاعت الطياره قد ايه، والتوتال فيول بتاعي قد ايه. احنا معايا فيول دلوقتي 25,001 تقريبا فيول، ده اللي انا حطيتهم في الطياره، والتوتال ويت الجروس ويت بتاعي حوالي 277,000 طن. خلاص لو بصينا هنا كده هتلاقي التوتال ويت هنا مفيش توتال ويت، هو انا حاطط زيرو فيول ويت بس اللي هو 252 تيك اوف ويت بتاعي 276,770، هنا حاطط لي 277 لان هو طارح منهم الفيول اللي هيتحرق في التاكسي والفيول اللي هيتحرق في الستارت اب وفي الاي بي. خلاص بعد كده اللي جنبيها ديت دي الاوتو بريكس مينيمم وميديوم وهاي وماكس طبعا ده اثناء التيك اوف. دي العدادات بتاعت الانجنز، العدادات كلها مطفيه. بعد كده دي الخانه بتاعت الالارم، الالارم بتاعت الطياره، اي حاجه مش مظبوطه في الطياره هتلاقيها منوره احمر. طبعا احنا في احمر كتير هنا كده الانجنز مقفوله. بعد كده في هنا في الجنب ده اسمه ده اللي هو الزرار بتاع الجهاز بتاع الان 1، جهاز الان 1 ده اللي بيحسب لي الان 1 بتاع الطياره اثناء التيك اوف واثناء الكلايم واثناء الايه الكروز بتاعي. خلاص لو بصينا عليه كده هنلاقي فيه شويه زراير، ده مكتوب عليه تي او تيك اوف، وده فليكس تيك اوف، وده جو اراوند، وبعد كده في الام تي والكلايمب والايه الكروز. احنا الطياره دي هنطلع عليها على فليكس تمبريتشر تيك اوف، فليكس تيك اوف هنا عداد الايه التمبريتشر. ماشي نقدر نظبطه زي ما احنا عايزين. لو عندنا برنامج زي برنامج ايه البرامج المشهوره اللي بتحسب الفليكس تمبريتشر زي برنامج توب كات. خلاص لو ما عندناش البرنامج ده ممكن
نطير بتيك اوف عادي خلاص. بعد كده في ديات ال ال اللاندنج جيرز دي الجرين لايتس بتاعت اللاندنج جيرز دي اللاندنج جير بتاعتنا. والناحية التانية عند الكوبايلوت نفس الانسترومنتس تقريبا والساعة اللي موجودة عندي ما عنده هي الموجودة عندي دي الساعة بتاعتنا حسب لنا الوقت بالزول خلاص. بعد كده نيجي ده جهاز الاي ان اس ده هنرجع له تاني دلوقتي. ده الاي ان اس بتاع الطيار وده الاي ان اس بتاع الكوبايلوت. الطيارة دي فيها ميزة ظريفة قوي ان الاي ان اس الاتنين تقدر تستخدمهم كاي ان اس واحد دي حاجة. الحاجة التانية اللي تقدر برضك تعملها انك ممكن تستخدمهم سيبريت يعني بتسلكت الاي ان اس مثلا انا دلوقتي شغال على الاي ان اس 1 بس يعني الاي ان اس 1 ده بس هو بس اللي سايق الطيارة او تقدر تقلب الطيارة تبقى اي ان اس 2 اللي سايق الطيارة بس ماشي. ايه الميزة بقى في الموضوع دوت؟ الميزة ان احنا كل اي ان اس بيقدر يدخل 9 واي بوينتس بس فانت ممكن تدخل 9 واي بوينتس هنا وتدخل 9 واي بوينتس هنا لما دول يخلصوا تروح قالب على الاي ان اس التاني يبقى انت كده عندك تقريبا 18 واي بوينت يقدروا ايه يعني ال 18 واي بوينت ده يعني اي ميديم اي رحله ميديم 18 واي بوينت يكفوها وزياده يعني. بعد كده ده الثروتل زي ما قلنا وده الجراوند سبويلرز بتاعتنا وده البيتش تريم ده مش محتاجين منه حاجه دلوقتي. نيجي بعد كده على الراديو نيجي على الراديو هنا دي الاكتف دلوقتي 128.3 لا انا عايز ايه هروح على ال 122.8 اللي هي الفريكوانسي بتاعه اليونيكوم. انا مش طاير دلوقتي اونلاين بس انا ايه يعني لو طاير اونلاين ومفيش حد في المطار هنحط 122.8 خلاص. بعد كده في جنبيها الترانسبوندر ترانسبوندر هنبتدي هنحط الترانسبوندر 2200 ال هنبتدي نحط هنا 2200 ده علشان احنا طايرين IFR وزود كنترول خلاص. هنا الزرار دوت ده اللي بيقلب ما بين ستاند باي وتي اي اونلي وتي اي ار اي خلاص. احنا دلوقتي ستاند باي لان احنا ايه على الجراوند وده زرار التيست لما نقلبه تيست كده هيديني التلات تمانيات عشان اضمن ان مفيش مشكله في الشاشه ولا حاجه خلاص. وكده هو ستاند باي شايفين السهم هنا السهم هنا مشاور على ايه ستاند باي. هنيجي نرجع تاني للفيول. الفيول هنا كده الطيارة فيها 25,000 53 زي ما انا حطيت لها. ابتدي ايه اقفلها اوف وابتدي ادوس على الفيول علشان اقفل العداد بتاع الفيول. دلوقتي كده الطيارة بتاعتي تعتبر جاهزة ماشي. هنبتدي ندخل بيانات الاي ان اس والاي ان اس ده هنعمله فيديو واحد الفيديو لوحده الفيديو جاي ان شاء الله وعشان نستعد بعد كده لموضوع الايه بوش اند ستارت. وشكرا لكم قوي يا جماعه.